بعد هالصورة الرائعة من المطبخ وهالريحة اللي أكثر رائعة، صعب علي يمكن ركز شوي مشاهدينا. خلينا نسترجع سوا أنا وياكم أبرز البرامج اللي عم بتابعوها حاليا عبر شاشتنا. اليوم بعد لايف ومثل كل يوم حوالي الساعة 1:30 أنتم على موعد مع حلقة جديدة من الحل عنا أكيد برفقة زميلتنا ريبكا أبو ناظر. كمان هالبرنامج اللي حصد عدد كبير من الجوائز التقديرية والتكريمية لأنه بتابع قضايا الناس مباشرة على الهواء، وريبكا بالفعل عم بتلاقي حلول لمشاكل كثيرة عم نواجهها بحياتنا اليومية. تحية كبيرة لإلها. الساعة 2 الموعد مع نشرة بيروت اليوم وبيتبعها أكيد حوار بيروت، الساعة 4 بعد الظهر الموعد مع المجازين الشبابي هاشتاج، ومن بعده بننتقل لأجواء موسيقية فنية مع برنامج أغاني أغاني. ليلي بعد الاخبار حلقه خاصه من كواليس برنامج دانسينج وذ ذا ستارز، نحن ما بدنا نتخلى عنه ابدا هالبرنامج، بدنا نضل نعيش اجواءه. الليله فرصه استثنائيه مشاهدينا حتى تدخلوا بكواليس هالبرنامج حتى تشوفوا بالفعل قد ايه برنامج هالقد ضخم وهالقد مستواه عالي، بيتطلب من مجهود وتعب ومثابره من قبل فريق عمل متكامل بيشتغل ايد بايد على مدى اسابيع طويله لانجاح هالعمل اللي دخل بيوتكم وخلاكم ترقصوا كل سهرة أحد أكيد عبر شاشة الـ MTV. إذن الليلة بعد الأخبار Dancing with the Stars The Unseen. خلينا نشوف بروموسيون ومنرجع. شفتي في أهضم منها؟ الليلة بعد الأخبار الكل معزوم. حضرة ولا؟ لا هي ما حضرتها وشغل بطيئة. أهلا وسهلا فيكم بالكواليس. اللي عنده يي Dancing with the Stars إنه بيخلق معه انتماء. التحضيرات. هذا برنامج انعمل بأكثر من 50 بلد بالعالم، نحن كنا بين العشرة الأول. نحن أول ناس بالعالم استعملنا هالجهاز بلايف شو. اللحظات الصعبة. الميكينج اوف. إذا ورا كل برنامج في أكيد ستوديو فيجوال أكيد في نجاح. السبونسر شيب تبعول Dancing with the Stars هو أغلى سبونسر شيب لبرنامج Dancing with the Stars The Unseen. هيدي الـ MTV وهيدا لبنان. الليلة بعد الأخبار على الـ MTV. النجوم يأتيكم برعاية دايت بيبسي. Shine like a star with Persil gel. الغسيل يعني بيرسيل. ننتقل مشاهدينا لشبكة برامج الـ MTV الخاصة بشهر رمضان المبارك، ومثل ما عودناكم كل سنة نقدم لكم أجمل وأروع الأعمال. هالسنة رح تشوفوا عبر شاشتنا خمسة من أروع وأضخم الأعمال اللي عم تتحضر لها الموسم، منهم أكيد مسلسل الغربال، موعد يومي خلال شهر رمضان المبارك، موعد منتظر. هالمسلسل رح نشوفه بالجزء الثاني وبتتبع أحداثه مع نهاية أحداث الجزء الأول. سيناريو وحوار سيف رضا حامد وإخراج مروان بركات مع نجوم الدراما السورية بسام كوسة، عباس النوري، أمل عرفة، نادين خوري ومجموعة كبيرة من النجوم اللي منحبهم من سوريا أكيد. هذا المسلسل بتشوفوه بشكل يومي عبر شاشة الـ MTV وخلال شهر رمضان المبارك الغربال. خلينا نشوف بروموسيون من الغربال ومنرجع. بصير شي لابني جابر لتموت الافراح بالشاغور 2 أيام. شوف بجابر ما في شجره وصلت ربها وضحتك على الجدار رابي، وها بكره بدوب الثلج وببان المرجان وكله بحسابه. انا ابو جابر يا ابو عرب. اذا ما بخلي لك ابو عرب يمشي بالطرقات ويحاكي حاله ما بكون حرمت زعيم الشاغور. طالما هي البنت سرقت الوراق وهربت فيهم معناتها فتحت على حالها ابواب جهنم. معي وراق بتخلي ابو جابر يركع هون قدامنا. كمان بتعرف مين يلي قتل انساني. لك قربت يا خيتي اخذ بتارك ومرمطن وزلهم. والله قربت. هلا بلش حسابنا مع كل مين بيعانينا. اي بس لولاي ما كنت رجعتوا على الحاره ولا كنتوا طلعتوا الذهب. الذهبات صاروا عند ابو جابر؟ زعيم انت بس اشر باصبعتك ولا نحرق لك الاخطر قبل اليابس. والنار ما حتوقف هون بنوب. لو صفي نهار واحد بحياتي الا ظهر الحق. اذا انت راكد ورا الزعامه لا تروح لطريقك انا وساره.
سعاد ونزار لازم يتطلقوا بأسرع وقت. يعني أنا ما بدي طلق، وإذا كنتوا ناويين على الطلاق في محاكم تفصل بيناتنا. والله لا دفعك الثمن غالي والله. ليش هيك عملت فينا يا أبي؟ صبي بس لا حسبي الله ونعم الوكيل. اسأل ابني انقتل، امي هي اللي قتلته. انت مسكت في رأسي ابو عرب على التاكسي السوداء هاي بتعرفي ركز يا ابو عرب. عزيزة وبسيكة ما بدك تجيبي الولد. هالولد له غلاوة غير شكل بقلبي، بذكرني برضا الله يرحمه. والله يطعمني انخمش ابني صابر هلب. ها ساعتها علي وعلى اعدائي صدر بحق المدعو صابر الراجي حكم الاعدام شنقا حتى الموت. هاي المرة ما رح تدب فيك الروح يا سعيد المرادي. يلي بده يعمل العيبة ينقلع برات الحارة. ليلك شافوا له ابو عرقة طالع من جوات بيت ام صابر والعياذ بالله. كل شيء اللي حرمتيه بتعمل ها؟ كل شيء اللي حرمتيه ها؟ ما حدا بيفوت على هذا البيت وانا موجودة. ما لقيتي غير جوزي من كل رجال الحارة، تخطفي مني؟ لا لا بنت عمي ولا ابن عمها. اسمعوا يا رجال الشاغور، الرجال بتحكي بالوش واللي بيحكي بالمقفى بيكون حرامي. انتوا انا واقفين قدام بيت راح يصير شعره من شواربي. بدي روحك وانا كمان بدي روحك. شاهد على روحك، انت كمان بتشاهد على روحك. مشاهد مشوقة من مسلسل الغربال اللي راح تشوفوه بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك. كمان من الأعمال الضخمة المنتظرة لها الموسم وعم نحكي عنه كتير مؤخرا مسلسل 24 قيراط من بطولة ثلاثة من أهم نجوم الشاشة العربية عابد فهد سيرين عبد النور وماجي بو غصن، مجموعة من ألمع نجوم الشاشة اللبنانية كمان راح يكونوا مرافقينهم بها العمل. والقصة هي بكل بساطة Love Triangle أو قصة حب من ثلاث أطراف. عبد فهد بيلعب دور زوج مغروم بزوجته وبدور زوجته ماجي بوغصن، بيتعرض لحادث مدبر بخليف قد ذاكرته، وهون بتدخل ميرا بدور بتلعب دور سيرين عبد النور على حياته وحتحاول تطلعه من هالقصة، وبتنشأ بينهم قصة حب عاصفة تعلق شغف وشوق. هون عدة أسئلة بتنطرح، هل رح يقدر يسترجع ذاكرته؟ شو رح تكون ردة فعل زوجته على هالقصة حب اللي نشأت بينهم؟ وهل رح يرجع لزوجته أو رح يبقى مع حبيبته؟ التطورات مشوقة رح نتابعها بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك مع مسلسل 24 قيراط. خلينا نشوف مشهد من هالعمل. يوسف انخطف. خلال شهر رمضان المبارك الام تي في بتقدم لكم سيرين عبد النور. انا سميتك ادم. عابد فهد. انا ما بعرف وين جيت ولا مين انا. انا امك وبيك وحياتك، ما تخاف. وماجي بوغصن. رسيته بالسوق افضل من الماز 24 قيراط. في 24 قيراط. ميرا انا بحبك. من اليوم اللي بترجع له الذاكره لادم وترجعه لماضي ينسيك. انت مين؟ 24 قيراط يوميا خلال شهر رمضان المبارك على الام تي في. خلال هالشهر الفضيل رح تلاقوا انه احلى مكان هو بالبيت واكيد مع برامج الام تي في. اما هلا رح ناخذ وقفه قصيره ومشاهدينا وبنرجع نتابع مع فقره ماي فيلم.